بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في ناس شاكة اللي عندها جوان كلاس أو جوان وشتسلندرة وما عندهاش وتبدأ مش عارفة. يعني العملية سهلة وبسيطة ما فيها شيء. نعبوا المخزن هذا بالماء للآخر كما تشوف. عبي شتوم عبي للآخر وما فيش حتى نقطة هواء ولا يبقى. معناتها هذا الكلاس سليم أو التستات سليمة والوشتسلندر سليم والجوان سليم. هكا نعرفوا اللي الجوان وش السلندر ما فيش حتى مشكلة. يعني إذا كان فما حرارة يبقى من مكان آخر. شفتوا هنا ما يتحركش الماء جملة، يعني موجود وما يتحركش. شوف هذا العمية هذه تصير والسيارة باردة مش سخونة. تبدأ السيارة باردة الصباح أو في الليل أو واحد، نعبيها بالماء للفم من يتعبى هنا ونشغل المحرك. إذا كان الماء ما يتحركش من مكانه معتها جوان وش سلندر أو جوان كلاس لابس عليه من غير ما يخمم فيه ويقول يمشي يشوف الدائرة الأخرى، يشوف مضخة الماء، يشوف الرديتير، يشوف الحساس نتاع الحرارة، يشوف حساس المروحة، يشوف الحاجة الأخرى. يعني بالطريقة هذه وش سلندر أو جوان كلاس ممتاز ما فيه حد شيء. يعني ما عادش يخمم فيه اللي هو ممكن يقول له الميكانيكي ما السيارة ساعات تبدأ تسخن. ساعات السيارة تسخن أو فيها مشكلة يقول له الميكانيكي لا هذا جوان كلاس. جوان كلاس شوفوه، يعني يبدأ الماء معبي للفم ما في حتى وانت تخدم السيارة كان الماء ما تحركش، لما فيش مبابيش وما تحركش معتها الجوان والسيسلندر أو جوان كلاس لابس عليه. إذا كان الماء يبدأ يبقبق من أول ديمراج وبدأ يخرج معتها وقتها مش السيلندر أو الكلاس فيه مشكلة هو أو الجوان بتاعه أو يعني هذا يعني العملية سهلة انك انت باش تفحص سيارتك فيها جوان وش سلندر او جوان كلاس ولا لا. سهلة ما فيهاش مش صعيبة. يعني قلنا المحرك السيارة تبدأ باردة نعبيها بالماء للآخر ونخدم. اذا كان الماء ما تحركش سواء انا نديماري سواء انا نشغل او هي تشتغل الماء ما تحركش وهي باردة معناتها العملية سليمة 100% من ناحية الكلاس او جوان كلاس او بلوك او اي حاجة. إذا كان الماء بقبق أو تحرك معناتها فما إشكالية. هذا الفرق بين اللي فيها جوان كلاس واللي ما فيهاش. إن شاء الله تنفعكم حالكم هيك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.